السلام عليكم، مرحبا بكم في حصتكم مخبزاتي. اليوم عندنا تحضير جديد من تحضيرات تاعنا كالعاده، وهو بريوش من نوع من انواع تاع البريوش، وهو بريوش تاع الورده. نروحوا ان شاء الله نديروا تحضير مع بعض. عندنا كيلو فارينه، نخلو شويه باش نسحقوها من بعد هكذا، يا نفتحوا الفارينة تاعنا باش نديروا الماء مع الحليب. وهلا نبدا بالحليب تاعنا، نبداو نخلطوا بشويه هكذا. نبداو نزيدو نديرو الخميرة تاعنا، نجيبو مقص نفتحوها، هكدا نديرو بشوية. بريوش على بالكم يحب شوية الخميرة زيادة. نبداو نلمو الفارينة تاعنا مع الخميرة هكذايا، هاكو تشوفو كيفاش الخميرة تاعنا بدات تحل. فوالا نزيدو شوية ماء، هاي ليك. بداو لموها بقالكم بالعقل برك، تلم هكذايا. نزيدو تاني نحو العجين هذايا باش ما نتجيناوش، نحكمو شوية سكر، واحد 100 غرام سكر، نلمو بهادي شوية هكذا، واحد 100 غرام سكر، مغرف كبيرة تاع ملح، نلموهم هكذا بالعقل، نزيدو شوية ما تاني باش السكر تاعنا يدوب. هاي لك، كي تبدا تتلم العجين تاعنا هكذايا، نزيدو حبة بيض، معاهم في الوسط هكذا، لمو كلش مع بعض هاي لك. كي تشوفوها تلمت هكذا، ما تنسوش عندكم نص كاس زيت باش تزيدوه من بعد هذيك. حنا كنا سبقنا الخميره بالعانيه هي الاولى باش ما نخلطوش الزيت مع الخميره، على بالكم الزيت مع الخميره ما يتلاقاوش، من الاحسن تخلو يا الخميره الاخرى ولا الاولى هكذايا. نحكمو قريب كاس، نص كاس زيت هكذا، فوالا. نزيدو نجيبو كوباطا في نفس الوقت، هاي الكوباطا تاعنا، نلمو بها العجينة هكذا، فوالا. هاي لك، راكو تشوفوا العجينة تاعنا بدات تتلم. نزيدو شوية ما هي ناقصة شوية ما، والبريوش على بالكم يحب يجي طري. فوالا هاي لك،
فوالا هاكو تشوفوا هاي اللي تلمت شويه دوكا ما تزيدوش الماء. فوالا جيبوا الكوباطا تاني عاودوا لموا كاع هاد العجين. الماء المفروض ما نسحقوهش دوكا نحوه من الطابله تاعنا باش تكون عندنا شويه اللي يتسع. حلوه هنايا فوالا هكذا باش تكون الحاله نقيه عندنا. دوكا لموا هدايا بالعقل برك هكذايا فوالا. ابداو عجنوا برك العجينه تاعكم هاي اللي تشوفوا كيفاش راهي فوالا. نزيدو نحو هدايا عركوها شويه هكذا دوكا هي تلمت هاكا راكو تشوفوا هاي تلمت. انا نحاول كيفاش نقسمها على زوج هكذا بالكوباطا تاعي ونسيي كيفاش نكورها بزوج يدين. بعد ما تصفى هكذايا هاي ليك هاي واجده دوك العجينه تاعي نحطوها هنايا. نجيبو طرشونه تكون مقيه نغطيوها باش تبروبوزي او ميم طون ما يدخلهاش الريح. هاي انا في نفس الوقت هاني هادي هي تخمر عندي وحده واجده هاي ليك العجينه تاعي خذها فوالا هاي ليك واجده. شوفوا كيفاش بقات قعدت هكذا كليس هاي ليك ما تخليهاش الريح فوالا هاي ليك العجينتي. نقسمها قطعات هكذايا هكذا وهكذا نزيدو لها شويه لهادي هاي ناقصه ما يهمش على كل حد تجي شويه صغيره ما ماشي مشكل. حنايا ما نكوروهمش هادو كيفاش نديرو العمليه تبعوني. كيما قلت لكم راني خليت شويه فارينه باسكو نسحقها هاي ليك حاجه خفيفه برك ما ديروش بزاف. هاوليك فوالا هاي ليك نحكموا الحلان تاعنا ولا الرولو كل واحد واش يسقيلو. تبعوني الى شفتوا باللي تلصق لكم زيدوا لها شويه فارينه. لما لصقتش ما ديروش من الاحسن ما ديروش الفارينه باش ما تكروطيلكمش العجينه تاعكم من الفوق. حنا شوفوا مليح معايا كيفاش ندير حاجه سهله على كل حال. هاي ليك شوفوا نعاود هي العجينه كي تكون مليحه ما تتقطعش تما هاي لك شوفوا ها فوالا ها فوالا. نزيد لها شويه هنايا هاي لك خلوه هنا نسحقوه الرولو نحكمو نجيبو كوباطا. هادي اي طويله شويه ما نستعملوهاش جنينة شويه في الخدمه. نحكمو وحده هكذا هاي لك هادي تاع بلاستيك ديروا فتحات هكذايا تبعوني هاي ليك شوفوا سهله العمليه دوك توالفوها برك تجيكم سهله. كيفاش ديروها تقلبوا العجين تاعكم. علاش كنت نقول لكم مع الاول ما ديروش الفارينه بزاف دوكا هكذا كي تقلبوها باش ما يكون والو فارينه. شوفوا تبعوني مليح هاي ليك سهله عمليه سهله. عاودوا لويهم هكذايا هاي ليك هاي ليك هاي واجده. دوك واش نديرو نروحو نجيبو سنيوه معانا. سنيوه هاي ليك نحطوهم ها شوفو كيفاش من احسن سيو كيفاش تغلقوها هنايا باش كي تخمر ما تتفتحش تطرطق لكم ولا. نزيدو نديرو نفس العمليه نجيبو الرولو تاعنا هادي خلاص ما نسحقوهاش دركا فوالا باش نخلو شويه اللي تسع في لاطابل تاعنا. نبدا نحل العجينه ديالي فوالا نجيب شويه فارينه هكذايا فوالا هكذايا وحاولوا كيفاش تفتحوها هاي هاي سهله ها فوالا ها هاي ليك. ديروا كيما درنا هاد العمليه ها تبعوني برك ها فتحوهم
دوكا واش نديرو؟ نزيدو نجيبو العجينه الثانيه. هنايا تبعوني شويه باسكو شويه عمليه ماشي واعره بصح شويه فيها خدمه. نحكمو العجينه تاعنا، هذه لازم ديروا شويه فارينه باسكو دوك تشوفوا كيفاش تكون العمليه هذه. هايلك نفلوريو شويه هكذايا فوق الطابله تاعنا. نقسموا العجين تاعنا هكذا، فوالا هذا. نبداو بهذه الاولى، فوالا. نزيدو نكورو هذايا، نضربوه بالرولو، نضربوه هكذا بالرولو. قيس ما نديرو فوالا، نجيبو امول هكذا كيما هذا. حاولوا كيفاش باش ما تخسرش بزاف العجين، ديروا زوج، قيس زوج. هاوليك هاي وحده، هاي زوج، فوالا. هادو كيفاش نديروا لهم؟ شوفوا معايا، هي سهله برك، انتوما تبعوني برك. هاي لك شوفوا، زيدوا فتحوهم شويه هكذايا. دوكا واش ديروا لهم؟ شوفوا معايا، تبعوا. هاي لك، ها هي، ها هاكو تشوفوا واش نحكموا. وحده شيكولا هكذا نديروها هنايا، تبعوني مليح. اغلقوا بها هذه، وزيدوا غلقوا هذه معاها. هاي لك، تحصلوا على شكل ورده. هاي لك، كي نديروا هذه الورده نخلوها هنا، نسحقوها من بعد. زيدوا ديروا كيما درتوا هذيك العمليه، هاي سهله برك، انتوما تبعوني برك. شوفوا خزروا معايا، ها فوالا. زيدوا نحكموا وحده شيكولا هكذا، حطوها اغلقوها منا، وزيدوا غلقوا منايا هاي، ونعاودوا لها منايا هكذا، ونزيدوا هذه هكذا، تحصلوا على ورده. هاي لك، خلوها تاني مع هذه. نزيدوا نحكموا العجين تاعنا، ها لك فوالا. ها فوالا، احكموا المول تاعكم هكذايا، ديروا زوج، قيس زوج حبات. هاملك هذا، خلوه مع هدايا، بعد نولوا ليه. ها زيدوا هادي، فوالا خلوها هكذا، تبعوني هكذا برك، توالفوا العملية خلاص تجيكم سهلة. ها هكذا، هادي هكذا، اغلقوا عليها منا، فوالا. هاي لك، حطوها هنا، نجيبوا هادي تاني. هاملك ها، شوفوا كيفاش ديروهم دايرين على حساب خبزه دايره. هذا اللي قعد لنا واش نديرو به؟ شوفوا دوك تشوفوا واش ديرو به.
نحطوها هنايا الرولو كيمثلوا ردوه لبلاصتو باش يكون عندنا ليتها. العجينه هذه شو ديروا بها؟ شوفوا شو ديروا بها. نسيو كيفاش نطولوه. هاي لك شوفوا معايا كيما قلت لكم مع الاول العجين كيكون صحيح واعر باش يطول، خاصه كيكون فريش فريشك جديد العجين تاعكم يجي شويه واعر. معليش نتوما حاولوا كيفاش تطولوا بالعقل برك. هكذا بعد ما طوال هكذا العجين تاعنا واش نديروا له؟ شوف هاي العجين تاعنا، هاي خبزتنا وجده. دوكا واش نديرو باش ما ندوهاش؟ مباشره نحكمو حبه بيض. هاي ليك نخلطوها، وهذاك البريوش اللي راه ليها او يكون خمر باش نزيدو مباشره. كيفاش نديرو البيض تاعنا؟ الا شفنا باللي خمر ولا نزيدو له شويه برك ونرميوه في الفرن. انا ما نزيدش بالماء على كل حال باسكو ما نسحقش بزاف، هذه تكفيني. هاي ليك ندوريوها من الفوق فوالا باش تخرج لنا شابه حميمره. هاي ليك دوريو كلش فوالا. هاي ليك هكذا كي نكملوا الدوراج تاعنا نروحو ندوها تخمر شويه. نجيبو هادي نعاودو هاك تشوفوها وبدا يديفلوبا وحده بدا يطلع. ندوريوهم بالعقل برك باش من بعدا يكون واجد كلش. نرميوهم مباشره في الفرن في درجه مئويه تاع 180 درجه، ما لازمش يكون سخون بزاف على خاطر البريوش فيه بزاف السكر. مده تاع الطياب واحد 15 دقيقه وعسوه بالاكو. كنشوفوا الخبز تاعنا الى خمر باش ان شاء الله نرموه يطيب مده تاع واحد 15 دقيقه كيما قلت لكم مع الاول في درجه تاع 180 درجه. هاوليك الخبز تاعنا، هاوليك راك تشوفها خمر بسم الله. هاي ليك الاولى بالعقل برك الفور خطره وسخون، هاي الثانيه. بالعقل برك هم سخونين يتكسروا لكم بالعقل. هاي ليك دوك نسقموهم بالعقل. نزيدو هذه نحطوها هنا دوك نعاودو نسقموهم ما بيد نحوهم فوالا. هاي ليك عليه هاوليك خطره بكم بريوش شويه طري فوالا. هاي ليك هادي هاي ليك لو طون لي نروحو نزيدو نجبدو الكبيره هذيك تاني حادرو عليها على خاطر هاي كبيره وعباكم البريوش شويه خفيف. هاي ليك نجبدوها بالعقل برك هاكو تشوفو. هاي ليك البريوشه تاعنا شوفو كيفاش راهي الله يبارك. هاي ليك فوالا هاكو تشوفوا البريوش تاعنا. دوك نقسمو وحده نشوفوا لداخل كيفاش راهي.
نجيبوا وحده هكذايا باش نشوفوا الداخل الطيابه تاعو. فوالا هاوليك بالعقل برك، هو من الاحسن تخلوه يبرد شويه، يضربوا شويه هواء. هاي ليك، هاو البريوش تاعنا هاكو تشوفوا، هاوليك شوفوا كيفاش تحطوه بالعقل. فوالا هاي ليك، هاو البريوش تاعنا، نعاودو نردوها بالعقل برك باش تشوفوا برك الداخل كيفاش طايب. هاو ليك البريوش تاعنا، ان شاء الله هذا التحضير يكون عجبكم، في فرصة اخرى ان شاء الله، وبقاو على خير.